بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في الندوة الشهرية لجمعية مربي النحل المغربية، والتي تعقد في الخميس الأول من كل شهر في تمام الساعة 11 صباحا. 11 صباحا، خلاها كويسة كده على أساس إنها قال كويس يعني. مستنيها صح. احنا النهارده بنرحب بيكم في الندوه ديت مع الاخ النحال الخبير جيمس ميلر، وهو من ولايه واشنطن بامريكا، وده من ضمن البرنامج اللي عاملاه الجمعيه مع فارم تو فارم، بحيث ان هو يقدر ان احنا نقدر دايما نستجلب لكم خبرات من الخارج، بحيث ان احنا يحصل بيننا وبينهم نوع من عمليه تبادل الخبرات، ونقدر نعرف الناس دي بتشتغل ازاي، ويمكن نلاقي عندهم حلول لبعض مشاكلنا. برضك احنا بالاضافه الى البرنامج مع فارم تو فارم، يعني عندنا برضك ان شاء الله برامج اخرى هتبدا اولها من الشهر القادم مع احدى المنظمات العالميه، وبرضه جايلنا الشهر الجاي 2 من الضيوف، احدهم من انجلترا والاخر من اليونان بصحبه الدكتور عادل رشدي من جامعه المانيا. نرجو ان هذه المحاضرات يعني تكون مثمرة، ونرجو ان احنا نستمع، وهنعمل نوع من المناقشة. واعتقد ان مستر جيمس برضك عنده هيعمل مسابقة زي اللي عملها مستر ستيفن قبل كده، واللي هيفوز فيها برضك هياخد جايزة. ارجو ان انتوا يعني تستمعوا الاول جيدا للمقدمة اللي هيقدمها. وطبعا احنا بنرحب الاستاذ بيومي، وهو طبعا بقى عضو ثابت معانا في الجمعيه، وطبعا نشكره على المجهود الكبير اللي هو دايما يعمله معانا في توصيل المعلومه، واصبح عنده من خبره في مجال تربيه نحل العسل اللي احنا هنعمله محاضره لوحده بعد كده ان شاء الله، بحيث ان هو يجي يقدم لنا محاضره في مجال تربيه نحل العسل ان شاء الله. فاحنا عشان ما نضيعش وقت هندي الميكروفون المستر جيمس، وبعد كده ان شاء الله نفتح مناقشه بس بنظام ان شاء الله. I consider it a pleasure to be here. وبيعبر عن سروره بوجوده مع حضراتكم. To learn Egyptian beekeeping. وهو وجوده في مصر بيتعلم ويعلم النحالين المصريين. يتعلم منهم ويعلم زي ما قال ابراهيم بيه ونقل خبراته. Maybe I can give you a little bit of how beekeeping is in the United States. هو يمكن يقدر يوصل لكم جزء صغير قوي من الممارسه او من النحاله اللي بتحصل في الولايات المتحده الامريكيه. But I think you need to know who I am first. بس هو عاوز يقدم نفسه الاول. So we will start with me on this program. I'm a retired mechanical engineer. هو كان مهندس ميكانيكي وتقاعد إلى المعاش. I am a certified master beekeeper. وهو برضو معتمد كمدرب نحل. I am an owner of Miller's Homestead, a retail business. وهو عنده يعني شركة صغيرة لتجارة التجزئة في النحل ومنتجاته وبعض منتجاته في العسل النحل وبعض منتجاته الأخرى. I am a member of the certified naturally grown apiary. وهو برضو عضو في جمعية النحالين اللي بيعملوا كل حاجه بشكل طبيعي، يعني حتى مناحلهم تتحط على الارض ما فيش فيها اي مبيدات، ما فيش فيها اي حاجه، نحاله طبيعيه. And I've been a beekeeper for about 20 years. وهو نحال بقاله 20 سنه تقريبا. And I have a fully equipped bee lab.
هو عنده في بيته معمل متكامل للنحل، تشبيع النحل. This is a picture from my back porch 2 weeks ago. دي صورة الأرض بتاعته اللي عليها المنحل قبل ما يجي بأسبوعين. The white stuff is snow. طبعا زي ما حضرتك شايفين الجزء الأبيض ده كله عبارة عن تلج. The temperature is about a -2 Celsius. درجة الحرارة كانت حوالي 2 تحت الصفر. Here's another picture. طبعا دي برضه صورة تانية لنفس المنطقة. The rainfall in our area is about 15 or about 38 centimeters. هو المطر عنده في المنطقة اللي هو فيها حوالي 38 سنتي في السنة. Winter time, the bees get tight and stay warm. They're not out flying like your bees are in the winter time. هو طبعا النحل عنده في الشتاء بيفضل جوه خليه ما بيسرحش عشان يعمل العنقود بتاعه ده ويدفي بعضه، مش زي النحل بتاعنا في الشتاء. الشتاء بتاعنا الى حد ما في برضه سروح، يعني بيسرح عندنا، عنده ما بيسرحش خالص. Winter time, the beekeepers get tight in the house and don't go outside. مش بس النحل اللي بيفضل جوه الخلايا، كمان النحالين بيفضلوا جوه بيوتهم ما بيخرجوش. This is my bee lab. ده المعمل بتاعه، معمل النحل بتاعه. About 10 years ago, I asked the question, what is a healthy honeybee? هو الحقيقة يمكن السبب اللي خلاه يعمل المنحل ده، المعمل ده، إنه من 10 سنين سأل سؤال يعني ازاي اعرف ان النحل صحته كويسه. So I went and bought the equipment and taught myself how to dissect and work a process for determining how healthy bees are. ولما سأل السؤال ده لنفسه راح اشترى المعمل ده وبدأ يقرا وتعلم ايه انواع الاختبارات اللي يعملها عشان يعرف النحله بحاله صحيه جيده او لا. This is one of my apiaries. I have about 30 hives here. ده واحد من المناحل بتاعته، ده فيه حوالي 30 خلية. المنحل ده أو المنشر ده، خلينا نقول المنشر ده. Supplemental feeding is the first topic we're going to talk about. أول ما موضوع هنتكلم فيه فهو التغذية الصناعية، يعني التغذية اللي احنا بنديها للمنحل. In the spring we feed sugar and water to a 1-to-1 ratio. في الربيع بيغذي بمحلول سكري بنسبة 1:1. This happens before the nectar flow. ده بيحصل قبل موسم الفيض. In the fall we feed also once the nectar flow is stopped and to make sure the bees have enough food for the winter. We feed sugar water to them in the fall. وبرضه في الخريف بعد ما بينتهي موسم الفيض بيدي برضه نفس المحلول السكري بنفس النسب، بس الكميات تكفي اكتر شويه. In the winter time, the bees are in a cluster and they move up and down. في وقت الشتاء النحل بيتكون حوالين نفسه جوه الخليه. وفي نقطة هنا بيركز عليها، إنه لما بيحصل إنه النحل يتكون حوالين نفسه بيتحرك لفوق ولتحت بس، ما بيتحركش يمين وشمال. They don't move side to side because of the cold. هما بيتحركوش من جنب لجنب بسبب البرد، بيتحركوا بس الأعلى والأسفل. So I put sugar, pollen, and mineral salts on the top. عشان كده هو بيعمل خلطة من السكر وحبوب اللقاح والاملاح المعدنيه بيحطها على يعني فوق الغطاء الداخلي للخليه. This is a liquid feeder. دي غذايه التغذيه السائله. The ladders are pulled out so you can see them. طبعا دي سلالم بتبقى موجوده جوه الخليه، هو بس مطلعينها بره الخليه عشان نشوفها احنا، بدل ان احنا ما بيغرق او نحط له حته عصايه في المحلول او بتاع. لا، دي السلالم دي بتنزل جوه الخليه والنحل يخش جواها يقدر يقف عليها وياخد التغذيه بتاعته بدون ما يغرق.
This is what it looks like in the hive. طبعا هنا الغزاله موجوده اهو في الطرف اهي موجوده في في الاخر اهي السلالم نازله جواها وهي اصلا مغطيه من فوق. This helps with keeping the bees from drowning. وطبعا التصميم ده للغزيات بيساعد على ان النحل ما يغرقش في المحلول السكري. This is the winter feed. دي التغذيه الجافه اللي هو بيحطها في الشتاء على الغطاء الداخلي للخليه. I take a paper and lay it on the top boards of the frame. بيجيب فرخ ورق ويحطه على الغطاء الداخلي ويحط عليه الخلطه بتاعته دي. زي ما شايفين هي خلطه جافه. الخلطه دي بعد مكوناتها. What are the components of it? صبرا. The components are without sugar. The components are sugar. المكونات عبارة عن سكر. Mega B. حاجة اسمها ميجا بي. And mineral salt. وأملاح معدنية. Mega B is a manufactured protein. والميجا بي عبارة عن مصدر بروتيني بروتين مصنع. This how much and last for our the winter feed depends on the winter how warm how cold it is but usually 5 pounds will last about 3 months. هو تقريبا بيحط حوالي 5 ترطال من الخلطة دي ودي تقريبا بتكفي النحل لمدة 3 شهور تقريبا. 5 ترطال. نعم؟ باوند ولا لتر؟ لا ما تكفي. 5 ترطال. يعني 2 ترطال. 5 ترطال. انا اصلا فلاح شوية. لا ما قصدي. بقول 5 ترطال حد يسمعها لتر. لا انا قلت باوند يعني نحولها هنا عشان هم مش هيعرفوا الباوند. لا يعني 2 كيلو. يعني 2 كيلو. 2 كيلو كسر. لا انت الجديد الكلام هنا اللي قدام الكلام هنا في ورا دي سيد اي سيد 5 باوندز ان عربي سكر بودره هي سيد يو هاف تو تشين كيلو اند دي ار اولد انف دي سيد نو وي اندرستاند واتس اوكي باوندز النسبه بتاعه الخطر لو سمحت هاو ماتش شوجر ذا برسنتج اوف ايتش كومبوننت 5 باوندز اوف شوجر بس بالنسبه دي شوف يا خمس رات السكر half a pound of mega b نص رات الميجا بي اللي هو البروتين المصنع and 2 tablespoons of mineral salt ومعلقتين صغيرين معلقتين شاي املاح معدنيه يعني ملح طعام لا لا ملح معدنيه ملح طعام ملح معدنيه ملح معدنيه ملح معدنيه Minerals is something different from the salt we use for food. Yeah. Yes. Mineral salt is what you feed your cattle. الأملاح المعدنية هي نفسها بيحطها على العلاقة بتاعة ولا مغزل البهايم. The mineral salt, they're in a crystal like your salt and sugar on the table. I don't see any here. وبدور على عايز يشاور على الملح المعدنية. في حتة هنا فيها البني ده الميجا. It won't work on that. You can see the dots. في بعض البقع هنا كده فيها الملح المعدنية. هنا بعض الخلطة بقى فوق ده مش مخلوطة لسه مش مخلوطة بس خلطة. And we have a problem with ventilation. Okay, في عنده مشكلة مع التهوية. We want to get the moisture and the heat out of the hive. احنا دايما بنحتاج ان احنا نطلع الحرارة والرطوبة من الخلية يخرجوا من الخلية. So I take and drill a hole in the side of my inner cover. اطلعت هو عمل فتحة بال بال بالشنيور في جنب الغطاء الداخلي لانه معمول الخشب. Thank you.
see here on the inner cover, the moisture makes a circle. هتلاحظوا حضراتكم هنا ده الغطاء الداخلي معمول من الاسبستوس، وهنلاحظ الدايره دي كانت عباره عن رطوبه وجفت لما طلع الهواء بقى من الفتحات، فالرطوبه دي جفت اهي حوالين الفتحه. The hot air and moisture come up through the center and go out through the hole. يبقى الهواء السخن والرطوبه بيطلعوا من الفتحه اللي في النص الغطاء الداخلي دي، وبعدين بيخرجوا من الفتحتين اللي في الجنب اللي هو عمله، فطبعا تتبقى بعض الرطوبه، ده الاثر بتاعها بعد ما جف. The next one is how to prevent wind damage to your hive. هو برضو الجزء اللي عايز اتكلم عليه كده، ازاي انت تحافظ على الخليه بتاعتك من الاضرار الناتجه عن العواصف الهوائيه او كده. Also, when you go to move your hive, if it's less than a kilometer, the honeybee's GPS will take it back to the original site. كمان لما بيجي ينقل النحل بتاعه لمسافة أقل من كيلو، عادة النحل ممكن يرجع لنفس المكان اللي كان جاي منه، فبيمنع ده برضو بطريقة. So I put this door on it. And the bees got to come out and go left or right, and they say, "Oh, it's a new place." بيحط الخشبة دي مايلة على مدخل الخلية، الخشبة الخضراء المايلة دي على مدخل الخلية. الخشبة المايلة. أيوة. على مدخل الخلية بحيث إنه طبعًا لو في هواء ولا حاجة هتحافظ، هيحافظ على الخلية ما يخش على الخلية مباشرة. الحاجة التانية، لو أنا بنقل النحل بتاعي، النحل مش هيدخل مباشرة ويخرج من الفتحة، هيضطر يخرج من الجنبين، وبالتالي يحس إنه في مكان جديد فيبدأ يتعرف عليه. لكن النظام اللي هو زي ما بيحصل في الحمام الزاجل كده، نظام إنه يبقى حافظ السكة وخلاص ويخرج من النقلة، يخرج من المدخل الطبيعي للخلية ويرجع تاني لنفس مكانه، مش هتبقى هنا متاحة في حالة وجود العرضة الخشب اللي حاططها على باب الخلية دي. They look like they're going to sleep. Do they have any questions? Go ahead. Ask for questions. Yeah. هو بقول كده، انا حاسس ان انا بتكلم لوحدي، فانا حانعس منكم، فمش شايف اسئله يعني. اسالوا. احنا بنسال حضرتك. You're keeping the question. Actually, you're preparing your quiz. انا بقول له في الحقيقه هم بيجهزوا للامتحان بتاعك بس في الاخر. بس في حد، انا شايف حد عايز سؤال ورا. اتفضل. النحلة طبيعتها حشرة ذكية، يعني خشبة بتتحط مايلة دي، هو النحلة هترجع لنفس المكان ولا هو يعني ينفذها عمليا؟ I said okay. This wind protector, you know that the bee is intelligence, and even with this piece of wood, the bees could go back to the same place. Or you already tried it and it works? I've tried it and it works. لا هو جربها وشغالة وزي الفل. طب هي هنا مش معرضه مدخل باب مدخل الخليه، مدخل الخليه. انت ما انت قلت بقى، انت ما انت قلت بقى هتجهز للاخر. هو اللي سمح لي. اوكي. الفتحه بتاعت مدخل الخليه مش مقبول اساسا، هو زادت بس بعيد نسبه بسيطه عن الخليه بس، مقتنز ولا اقل. انما لو هو مقبول من هنا، لو مقبوله من قدام خالص يبقى يضطر يطلع من الخليه، غير مقبول. تاني انا عايز افهم السؤال عشان اعرف اساله. هو الخشب اللي مميله فيها اللي هو الجنبين مفتوحين. مفتوحين. وده بقى باب الخليه مقابله مفتوح مش مقفول. ايوه ماشي كويس. هو بيقول لي بتطلع من الخشبه من الجناب. بص ايوه بص يعني بص. انا عندي لوحه الطيران اهي. اوكي. حطيت عليها خلينا ابراهيم خلينا نقله بس. بيدخل من هنا. اوكي. لا هو فاتح هنا. بيس اوف وود. هنا كده. ازاي؟ ذا اوبننج اوف ذا هايب ستيل اوبن. اند ذا يو سيد ذا بيز ويل جو اوت اند ان فروم ذا تو سايدز.
استنى عليه ماشي. Here, I set out in the open. بقول لك هنا هو زي ما حضرتك شايف الملعب محطوط في الخلا الماتش في الخلا. Wind blows at 30, 40, 50 miles an hour. الرياح بتيجي بسرعه 30 40 50 ميل في الساعه. Directly into the hive. وبتيجي مباشره على مدخل الخليه. So I put the roof up to stop the wind. الخشبة دي بتمنع دخول الرياح زي ما هي كده على الخلية من جوه. فكرة حلوة جدا. اوكي. خلينا نسمع ونبقى يا جماعة. If I'm going to move them, I take that roof off a couple days before. Take this roof out? Yeah. لو هو هينقل النحل بتاعه بيشيل الخشبة دي يومين قبل ما ينقل النحل. So the bees say, okay, I know where this spot is at. فالنحل في الحاله دي لما شال الخشبه النحل ما بقاش عارف هو فين بالظبط. هو متعود انه يخش من خلال الخشب، لما شال الخشبه بقى النحل نفسه متلخبط مش عارف انا في اي منطقه دلوقتي. Then I move the hives. بعد كده بينقل ال put the roof back on. المناحل بينقل الخلايا وبعدين يحط الخشبه تاني. فيرجع للوضع اللي كان النحل متعود عليه في الاول. Then the bees say something new. And then they go set their reset their GPS. خلاص يبقى بعد ما حط لما بيرجع بقى لمكان هو شال الاول قبل ما ينقل بيومين شال الخشب. النحل المكان متغير عليه الطريق المدخل بتاعه متغير. لما بينقل بقى ويحط الخشب خلاص النحل بيبدا الخشب دي ثاني النحل بيبدا يتعود على المكان الجديد ويظبط اتجاهاته على المكان الجديد. ماشي 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 هو راجل بيقول اللي عنده هو ما بيقولكش يعمل اقل من كيلو بيقول لك الكيلو او اقل لا ما بقول لك ما يرجعش فكره حلوه يعني اوكي يس وير جوينج تو توك اباوت ديزيزز ناو اوكي ليتس اسك فور اف ذير اني كويشنز مور اباوت ذيس بارت دلوقتي احنا هننقل شويه على الامراض، في اي سؤال تاني في اللي فات ده قبل ما ننقل للقسم الثاني؟ العجينه جافه ولا معجونه؟ جافه. العجينه الجافه عباره ما فيش اي ماده مثلا ولا اي حاجه خالص. Can we go back to the dry feeds, dry feeding? Sure. Is asking about is this just dry or you add some honey something to bind it or something like that? Just dry. بص عليها بص الصوره يا مولانا اتكلم معايا بقى عشان المطوه اهي ها اهي طب بس يبقى خلص على الراجل الطيب وبعدين نمسك فيك خلص على الراجل الطيب وبعدين نمسك فيك بص سكر بس وكلها حاجات جافه مخلوطه ببعضها بس ما فيش أي مادة ماسكة، يعني ما فيش أي حاجة تمسكهم تبقى مش عجينة، دي مش عجينة. دي مش عجينة. دي تغذية جافة مش عجينة. وشوف سكر إزت بلايند شوكر أو جرانيوليتد شوكر؟ سكر زي ما هو ولا مطحون ولا حاجة خالص. زي ما هو كان يو تيك ذا اذر بيكتشر وير ذا بيز ايتنج بص النحل بياكل فيها ازاي بص النحل بياكل فيها ازاي بس هو ناعم يعني انت عارف ناعم سكر ناعم مش مطحون بس ناعم عارف حضرتك احنا عندنا كذا مقاس عندنا سكر المبلور وسكر الناعم شويه مش سكر بودره يعني ما هوش can we add instead of this protein source can we put something like soybean flour something like that this made this artificially made for what you're talking the about source mega of bee? Protein yeah mega bee is made in the United States it was developed by the USDA
and a private concern manufactures it. It's not soybean. I do not know what's in it, but it is not soybean. هو ما يقدرش يقول لك اذا كان مجلس الدوله لا، لانه ده منتج مصنع ومصنع في شركه خاصه ومراقب من قبل مركز الادويه والغذاء الامريكي واخد بال سعادتك، فهو ما يعرفش فيه ايه، ما يعرفش يقول لك الصدور لا، يعني هو بياخده زي ما هو كده ويضيفه على الخلطه بتاعته. ممكن فول الصويا مثلا، انا لسه سالته فول الصويا، قال انا ما اعرفش، انا ما يعني هو بيستخدم الميجا بي، ايه يستخدم كده؟ انا رايح نجرب يعني مش هيحصل حاجه. ممكن لبن جاف مثلا، هو مش عارف، هو ما يعرفش. كانوا اد سم باودر ميلك، خليه يكمل بقى بعد كده الامراض على اساس ان احنا نبقى واضح. هنخلص بس دي عشان نقفلها عشان ما نرجعلهاش تاني. Every one of you does your beekeeping different. You do it different than me, and I do it different than you. And it's okay. Whatever works for you as a beekeeper is what you should do. بقول لحضراتكم كل نحال له اسلوب في تعامله مع النحل. ما فيش يعني النحاله مش حاجه صح وحاجه غلط. انا بقول لك انا بعمل ايه، وكل واحد فيكم بيعمل عنده خبرته الخاصه مع النحل. فمفيش صح وغلط، اللي بيشتغل معاك هو الصح. يعني الحاجه اللي تعملها وتمشي معاك في النحل بتاعك هي دي الحاجه الصح. مفيش اسمها صح وغلط، كل نحال حاله مختلفه عن النحال التاني، كل واحد عنده خبراته، كل واحد عنده ممارساته مع النحل. فمفيش حاجه اسمها يا كده يا لا. اخد بالك سيادتك؟ كده محطوط البشر من غير الغطا سيادتك على شكل. ما هو لسه هيحط الغطا خارجي، لا ده الغطا هو اللي قاعده. على ورقه مش على ورقه، اه على الغطا. Yes. I would be wrong. لو تتكلم كلم عنه عشان بس ايه. I would be wrong if I told you you had to do it this way. بقول لك لو انا قلت لك اعمل ده بالطريقه الفلانيه يبقى انا غلط. انا احنا بنتبادل فكره مع بعض، بنحط فكره مع بعض، كل واحد يطبقها بطريقه ما. كل واحد عنده طريقته في ممارسه الحاجه او الفكره. واخد بال سعادتك؟ فما فيش حاجه اسمها يا كده يا لا. النحاله مفيش كده. All I'm doing is showing you what I do. And maybe one little piece of that you can use to make your beekeeping better. كل اللي بيعمله مع حضراتكم ان هو بيعرض عليكم هو بيعمل ايه عنده. يمكن وانت بتبص كده فكره صغيره تعجبك تنفذها تنفع معاك. ده كله دوره في القصه. Okay. Yes, sir. We ready to go on? Go on. Want to talk about foul brood. هتكلم هنا عن عفن الحضنه. هو طبعا لما كان عفن الحضنه هيتكلم عن اللي عندهم. American foul brood is strong in the United States. European foul brood is not. عندهم عفن الحضنه الامريكي طبعا هو المنتشر جدا وسيء جدا. عفن الحضنه الاوروبي تقريبا يعني مش موجود او مش مؤثر يعني. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ الخلاصه بس عشان انا زهقت بقى. ما احنا هنجيب في الاخر هنسال. في الاخر هنسال. ها؟ عايزين نصحصحه. لا هو صح، هو هنسال في الاخر. Every time I told him next time I bring my knife. Now I'm doing my word. بيقول لي انت بتعمل ايه؟ هو مش عارف تعمل. قلت له كل مره اقول لهم هجيب مطوه هجيب مطوه، المره دي بقول لهم انا جبت مطوه. Let's go here with the foul brood. نتكلم بقى عن الفاول برود، عن عفن الحضنه. It's a bacteria. عفن الحضنه بسببه بكتيريا. Once in the it only affects the brood. And once it gets into the larva, develops into a spore. And it affects the larva, not the... Yeah, someplace in there. Yeah. وطبعا البكتيريا دي بتصيب اليرقات. Okay. Becomes a spore. وبعدين بتكون جراثيم من المرض ده، من البكتيريا. That spore will last 50 years. الجراثيم دي بتظل موجوده في المنحل لمده 50 سنه.